السلام عليكم. شاهد كيف عاقب الله دونالد ترامب وهروبه من البيت الأبيض بعد الأحداث الأخيرة في أمريكا. في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي للإعلان عن قرارات للسيطرة على الاحتجاجات، ولكن ماذا حدث في أمريكا على مدار 24 ساعة الماضية؟ فتابعونا. ولكن فضلا وليس أمرا، لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلك منا كل جديد بإذن الله. تنتفض مدن أمريكية بمظاهرات واسعة احتجاجا على وفاة أمريكي من أصول أفريقية أثناء اعتقاله، ولقي جورج فلويد البالغ من العمر 46 عاما مصرعه بعد القبض عليه أمام أحد المحلات التجارية في مدينة مينيابوليس. وتظهر لقطات لعملية القبض التي تمت في يوم 25 مايو رجل شرطة أبيض يدعى ديريك تشوفين يضغط بركبته على عنق فولويد المثبت إلى الأرض. ولم يتجاوز زمن الأحداث الرئيسية قبيل وفاة فولويد 30 دقيقة بدأت الحكاية ببلاغ عن ورقة نقدية مزيفة من فئة 20 دولار. البلاغ سجل مساء يوم 25 مايو بعد شراء فولويد سجائر من محل بقالة اسمه كاب فود، وعندما ظن البائع في المحل أن الورقة النقدية مزيفة أبلغ الشرطة. وكان فولويد يعيش في مينيابوليس منذ عدة سنوات بعد أن انتقل إليها من مسقط رأسه في هيوستن بولاية تكساس، وكان حتى وقت قريب يعمل حارس أمن في المدينة. لكنه شأن ملايين الأمريكيين فقد وظيفته جراء تفشي وباء كورونا المستجد. وكان فولويد زبونا معتادا لدى محل بقالة كاب فودز، ويصفه صاحب المحل كان ودودا لم يتسبب أبدا في مشكلة لم يكن في المحل يوم الحادثة. وفيما يتعلق بالإبلاغ عن الورقة النقدية المزيفة، فإن البائع الموجود في المحل كان يتبع النظام المتبع في العمل، وفي تمام الساعة الواحدة اتصل البائع بالشرطة وأبلغ أنه طالب فولويد بإعادة السجائر، لكن الأخير لم يكن يرغب في ذلك بحسب نص البلاغ الذي نشرته السلطات. ولم تمضي 7 دقائق من اتصال البائع حتى حضر 2 من أفراد الشرطة، وكان فولويد جالسا غير بعيد مع شخصين آخرين في سيارة متوقفة على جانب الطريق. ولدى الاقتراب من السيارة حيث يوجد فولويد سحب أحد الضابطين ويدعى توماس سلاحه وأمر فولويد بأن يرفع يديه عاليا. ولكن لماذا ظن الضابط لين أن عليه أن يسحب سلاحه؟ هذا ما لم يوضحه ممثل الادعاء الذين قالوا إن الضابط ألقى بيديه على فولويد وسحبه من السيارة. وقاوم فولويد عملية تكبيل يديه، لكن ما أن وضعت يد فولويد في القيد حتى امتثل، بينما أوضح الضابط لين أنه يلقي القبض عليه بسبب ورقة نقدية مزيفة. المقاومة بدأت عندما حاول الضابطان الزج بفولويد في سيارة الدورية التابعة للشرطة. تصلب فولويد وسقط أرضا مخبرا الضابطين أنه يعاني فوبيا الأماكن المغلقة. عندئذ وصل الضابط تشوفين وحاول مع الضابطين الآخرين إدخال فولويد إلى سيارة الدورية. وفي تلك المحاولة قام الضابط بجذب فولويد وطرحه أرضا حيث وجهه إلى الأرض ويداه مكبلتان وراء ظهره. كان الشهود العيان يصورون المشهد حيث بدأ فولويد في وضع متأزم. هذه اللحظات كانت الأخيرة من حياة فولويد، وقد التقطها كاميرات أكثر من هاتف محمول، وسرعان ما وجدت طريقها إلى الانتشار على منصات التواصل الاجتماعي. وبينما كان ضابطان يقيدان حركة فولويد المكبل اليدين، ضغط الضابط تشوفين بركبته على عنق فولويد الذي صاح أكثر من مرة لا أستطيع التنفس. ولمدة 8 دقائق و46 ثانية ظل الضابط تشوفين ضاغطا بركبته على عنق فولويد بحسب تقرير ممثلي الادعاء. وبعد 6 دقائق لم يكن فولويد يستجيب، ويظهر في الفيديو أشخاص وهم يحسون الضابط على جثة نبض فولويد الذي كان قد فقد النطق. وعندما بلغت الساعة 11 أزال الضابط تشوفين ركبته من فوق عنق فولويد الذي كان قد صار جثة هامدة، ليحمل بعدها على نقالة إلى المركز الطبي. وتسببت الحادث الذي تم تصويره بالفيديو في إثارة موجة غضب واحتجاجات
في مدن في شتى أرجاء الولايات المتحدة، ومثل 3 رجال شرطة أمام المحكمة للمرة الأولى يوم الخميس بتهمة المساعدة على قتل فولويد. وقال القاضي إن المحكمة أقرت كفالة بمبلغ 1,000,000 دولار، لكن سوف يجرى تخفيضها إلى 750,000 دولار إذا سلموا أي أسلحة يمتلكونها واستوفوا شروطا أخرى. واتهم ديريك تشوفين رجل الشرطة الذي ضغط بركبته على عنق فولويد رغم تحذيره من أنه لا يستطيع التنفس بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة يوم الاثنين المقبل. واتسمت معظم التظاهرات خلال الأيام الماضية بالسلمية. قال الرئيس الأمريكي السابق أوباما في أول فيديو له منذ وفاة فولويد إن التظاهرات كانت عميقة مقارنة بأي شيء شاهده في حياته، ودعا الأمريكيين إلى اغتنام الفرصة للتعامل مع المشكلات الكامنة في المجتمع. وقال أوباما في كثير من الأحيان جاء جزءا من هذا العنف من أشخاص من المفترض أنهم يخدمونكم ويحمونكم، وأضاف أريدكم أن تعرفوا أنكم مهمون، أريدكم أن تعرفوا أن حياتكم مهمة وأحلامكم مهمة.